السلام عليكم إخواني متابعي قناة English with منصور. اليوم إن شاء الله عند طلب يعني مجموعة من التلاميذ، فارتأيت أن أقوم بشرح درس Present Perfect Simple. فكما ترون هنا لدينا القاعدة أو ما يعرف ب Form، والتي نقوم باستعمال subject plus have or has, have or has plus verb in the past participle, which means تصريف الثالث للفعل. okay، بمعنى نستعمل الضمير زائد الفعل المساعد الذي هو أمامكم have أو has زائد الفعل الأصلي في الجملة الذي نقوم بتحويله إلى التصريف الثالث، ما يعرف بـ verb 3 وهو الـ past participle. صيغة النفي نستعمل كذلك الضمير، وكذلك الفعل المساعد نقوم بإضافة not، ونستعملها في short form لتصبح haven't، haven't أو hasn't، زائد التصريف الثالث للفعل كما قلنا في الأول. والتصريف الثالث هنا لدينا شرح ب الفعل المعروف وهو ب في التصريف الثاني الذي هو الـ past simple أو الماضي البسيط يصبح was were، وفي التصريف الثالث الذي هو الـ past participle يصبح been. دونك لدينا بي was were been. متى نستعمل هذا الزمن؟ فاستعمال هذا الزمن إخواني الكرام الذي هو المضارع التام البسيط يستعمل للتعبير عن أشياء وقعت في الماضي ونتحدث عنها الآن، بمعنى في الحاضر بدون إعطاء وقت حدوث هذه الأشياء، يعني نتحدث عن أشياء وقعت بدون ذكر الزمن، لأن الوقت ليس مهما في هذا الدرس إخواني الكرام. والكلمات المفتاحية التي نستعملها، فلدينا هنا for، since، just، already، yet، ever، several times، twice، three times، وكذلك نستعمل never، والمثال الذي يوجد أو الأمثلة التي توجد أمامكم هي على الشكل التالي: She has visited her grandparents twice. قمنا بتوظيف twice. twice تعني مرتين، ولكن بمعنى آخر الجملة هنا لا تعطيني وقت مضبوط. مثال آخر: I have been at school since morning. يعني أنا كنت متواجدا في المدرسة منذ الصباح. يعني هنا نتحدث عن أشياء وقعت في الفترة الزمنية الصباحية. المثال الثالث: He has just gone out. He has just gone out. وانتبهوا معي، ف just، already، ever، never تستعمل بين الفعل المساعد الذي هو has وبين الفعل الأصلي في الجملة الذي هو هنا gone. وكذلك لدينا ملحوظة تلاميذ الأعزاء وهي yet. yet تستعمل في السؤال وفي النفي.
تكون دائما في السؤال وفي النفي. بخلاصة، هو أن المضارع التام البسيط أو ما يعرف ب present perfect simple يستعمل للتكلم عن أشياء وقعت بدون ذكر الزمن الذي وقعت فيه الأشياء، لذلك نستعمل هذا الزمن. وهنا أمثلة بسيطة توضح استعمالات هذا الزمن في اللغة الإنجليزية. لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو إخواني الكرام أن تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس لكي يصلكم كل جديد، وشاركوا المحتوى مع أصدقائكم والأشخاص الذين يرغبون في تعلم هذه اللغة. أراكم في درس جديد وفيديو جديد. إلى اللقاء.